ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. مرحبا واهلا وسهلا فيكم متابعينا بحلقه جديده من 7 دكتور سبورت او الاطباء السبعه الرياضي. حلقتنا اليوم فيها مواضيع كثير مفيده ومنوعه، تابعوا كل فقره لحتى تستفيدوا منها. الفقره الاولى حبيت اطرح موضوع كثير مهم بنسال عنه بالعيادات او حتى على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. يا دكتور، انا باخذ ابر لحتى اعمل عضلات، لها ضرر؟ لها مشاكل؟ سؤال وجواب راح نتابعه مع الدكتور زيد، خليكم معنا. بهاي الفقره راح احكي عن موضوع بزعلني كتير. أنا كتير من الشباب أصحابي وكتير من الناس، واحد منكم اللي قاعدين هلأ بتفرجوا علي سألني هذا السؤال: هل يجوز إنه أخذ إبر الهرمون؟ أكيد لا. لما تروح على الجيم ولما تلعب التمارين الرياضية، لما يجي حدا يحكي لك تعال أعطيك هرمون، لا تأخذه. هاي الإبر إبر تستوستيرون. تستوستيرون هو هرمون الذكورة. هرمون الذكورة ربنا خلقه بجسم الإنسان بشكل طبيعي. هذا الهرمون مسؤول عن كتير شغلات، أهمها شغلتين: الخصوبة والرغبة الجنسية، لكنه كمان مسؤول عن المظاهر الخارجية للذكورة زي توزيع الشعر وقوة العضلات وشغلات تانية. وبيستخدموه كتير من الناس في زيادة العضلات. مربين الخيل مثلاً بعطوا هاي الإبر للخيل مشان بسرعة تكبر عضلاتها وتفوز بالسباقات، بس طبعاً هذا كله ممنوع دولياً. هلأ في كتير من المدربين للأسف بيسوقوا هاي الإبر للناس اللي بتدربوا عندهم وبيعطوهم إياها على أساس إنهم يكبروا عضلاتهم بسرعة. هلأ صحيح العضلات بتكبر بسرعة، لكن اللي بيصير إنه الجسم بيشعر إنه في هرمون زيادة، ولما يصير في عنده هرمون زيادة بالجسم، الدماغ بيرسل رسائل للخصاوي بمنعها من إنتاج هرمون التستوستيرون الطبيعي. هاي الإبر بتسبب لكم مشاكل بالذكورة وممكن تسبب لكم مشاكل في العقم بالمستقبل. إذا لازم تأخذ هاي الإبر لسبب طبي لازم تتابع مع طبيبك وما تأخذها على رأسك. نصيحة: إذا كنت عم تأخذ هاي الأدوية، إبر هرمون التستوستيرون اللي أكيد اشتريتها بثمن غالي، وقفها هلأ، ما تأخذ جرعة اليوم لأنه ممكن أنه أنت تضر حالك. وقفها، وإذا وقفتها بصير في عندك احتمال أنه الأمور ترجع لطبيعتها. ما في دواء ممكن يعكسها وما في إشي بينظفها زي ما بيحكولك. إيقافها هو الإشي الوحيد اللي ممكن تفيد حالك فيه. وقف الهرمون وإن شاء الله بترجع لطبيعتك وبنشوف فيك كل الخير إن شاء الله. كثير من الناس بيحاولوا ينزلوا وزنهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي أو حتى ممارسة الرياضة، وبيحكوا يا دكتور وزننا مش عم ينزل. بنحكي لهم بأنه ممكن يكون عندكم مشاكل واضطرابات هرمونية، لازم تفحصوا وتتأكدوا إيش علاقة الاضطرابات الهرمونية وعدم إنقاص الوزن من ناحية تغذوية. خلينا نتابع سوا. أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من برنامج 7 دكتورز سبورت. بفقرة اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم بواجهه كتير ناس. قدام نشوف ناس بتواجه مشاكل في خسارة الوزن إلا إنهم بياخدوا قرار إنهم حابين يغيروا نمط حياتهم وبيتوجهوا للنوادي الرياضية عشان يمارسوا الرياضة، إلا إنهم بتفاجئوا إنه عندهم صعوبة كتير كبيرة بخسارة وزنهم. ومش بس هيك، بصير في عندهم أعراض تانية اللي هي بيكون عندهم آلام بالمفاصل والعظام، وحتى على مستوى العضلات بيكون عندهم صعوبة شديدة على ممارسة التمارين، وبالإضافة إلى الجوع والعطش الشديدين.
طبعا بدنا نطلب من هدول الناس بالتحديد انه ما يكون دائما في عندهم اكتئاب او انهم يتوقفوا عن الوصول لهدفهم. ممكن انه نطلب منهم يروحوا يعملوا فحوصات مخبريه ليطمنوا من سلامه الغدد الصماء. شو وظائف الغدد الصماء؟ اللي هي بتفرز لعنا الهرمونات الضروريه للجسم بالقيام بوظائفه على شكل منتظم. طبعا بدنا نكون عارفين هاي المعلومه انه النساء بصير عندهم مشاكل او اضطرابات هرمونيه اكثر من الرجال. طبعا في عنا عدة عوامل ممكن تأثر على الهرمونات، هي العمر أو في بعض حتى الأدوية اللي ممكن نتناولها بكثرة ممكن تؤدي عنا إلى مشاكل في الغدد. أهم مشكلة ممكن أو هي الأكثر شيوعا ممكن الناس بتواجهها هي مشكلة بالغدة الدرقية اللي ممكن تأثر على باقي الجسم وبالأخص على موضوع خسارة الوزن. وبصير في عنا كمان من الشغلات الثانية اللي هي اضطرابات في الدورة الشهرية عند الإناث. عشان نقدر نتخلص من هاي المشاكل بدنا نتبع مجموعة من الأمور التغذوية لحتى نقدر نوصل لهدفنا بطريقة سلسة وسهلة. من الشغلات اللي بدي أهتم فيها كتير منيح عشان ما أحس دائما أنه أنا كسلت أني أكمل لهدفي، بدنا نحسن من نمط حياتنا. نمط حياتنا بيشمل شغلتين اللي هي الرياضة والتغذية السليمة. عشان أبلش في تغذية سليمة محتاج أني أعدل من جدول أكلي، يعني أني أرتب وجباتي صح خلال النهار مع ترتيب الكميات والأصناف وطرق التحضير بالنسبة ل الأكل. طبعا بالنسبة للأطعمة اللي بدي أركز عليها أكثر إشي هي البروتينات. البروتينات اللي هي ممكن تساعد عندي على هرمون تحفيز هرمون الليبتين اللي ممكن يعطيني حالة من الشبع لأطول فترة زمنية ممكنة. والبروتينات بتكون متواجدة مثل ما كلنا بنعرف في اللحوم، الدجاج والأسماك بالأخص، وموجود كمان في البيض. والشغلة الثانية اللي بدي أركز عليها كتير منيح هي الدهون. قديش في ناس بتتخوف من فكرة الدهون لأنهم بيكون في عندهم أفكار غلط. يعني أنا بدي أركز على الدهون الصحية اللي بتكون موجودة بالأفوكادو، بالمكسرات النية الغير محمص عشان أقدر أستفيد من الفوائد اللي بتكون جواها، بالأخص من الأوميجا 3 اللي بتكون تحتوي عليها. وبدي أركز كمان كتير منيح على بذور الكتان. ممكن اني اخذها، هاي كلياتها بتحفز عندي وبتحسن من افراز الهرمونات. ومن الشغلات اللي ممكن كتير تفيدني كمان عندي اللبن. اللبن بيحتوي على البروبيوتيك اللي هي اللي بتحفز عندي البكتيريا النافعة في الجسم، فبتعمل على تحسين افرازات الهرمونات في الجسم. ومن الشغلات اللي بدنا نهتم بتناولها كتير منيح هي الخضار الخضرة الداكنة، لأنها بتحتوي على الألياف وهذا الإشي رح يساعدني على خسارة الوزن. بس بنفس الوقت بدنا نركز على موضوعنا الأساسي اللي هو تحسين إفراز الغدد الصماء للهرمونات اللي ممكن تحسن عندي من المشاكل اللي ممكن أواجهها بالمستقبل. وفي عنا كمان مجموعة من الأعشاب الطبيعية اللي ممكن تفيد كتير على حالة النفسية اللي ممكن كتير ناس بتواجهها من الإرهاق النفسي. عنا القرفة، وفي عنا كمان الثوم والزنجبيل اللي ممكن نستفيد من المغلي تبعهم لشعور بالراحة. طبعا ما بدنا ننسى الجانب الرياضي اللي هو كتير مهم على تحسين إفرازات الغدة الصماء أو الغدد الصماء ككل، مثل رياضة اليوغا اللي هم ممكن تحسن عندي المزاج وتعطيني فترة من الراحة وتنظيم العمليات الحيوية داخل الجسم. وبالنهاية مثل ما بنذكر كل حلقة أو كل فقرة إنه دائما نضل متابعين مع الطبيب المختص لحالة كل فرد عشان يحدد له إذا كان محتاج أدوية، إلا إنه بدنا نأكد إنه التغذية هي إشي أساسي، سواء كتب لكم الدكتور العلاج كدوائي أو حتى لو ما طلب منكم أدوية معينة. فبنتمنى لكم السلامة بنهاية الفقرة ودمتم سالمين. المنشطات زي ما ناقشنا بالفقرة الأولى من البرنامج مع الدكتور زيد لها أضرار كتير، ومن أهمها أنها بتعمل عقم عند الشباب زي ما كتير الدراسات عم تظهر حاليا. ولكن في أضرار تانية ممكن تعملها منشطات، منها نفسية ومنها عاطفية، موضوع كتير مهم رح نسمعه هلا مع تسنيم، خليكم معنا. كتير في شباب وصبايا أول ما يسجلوا بالجيم بدهم بسرعة يكبروا عضلاتهم. لهالسبب اليوم أنا جاي أحكي لكم عن المنشطات اللي بيستخدموهم. في منهم الستيرويدز وفي منهم اشياء تانية. اليوم رح نحكي عن الستيرويدز اللي احد انواع التستوستيرون. هلا في بيجي منه ابر والاغلبيه، وفي بيجي منه حبوب. نيجي نحكي عن مدار الستيرويدز بشكل عام. مدار الستيرويدز كتير كبيره، مخاطر جسديه، مخاطر عقليه، وحتى كمان مخاطر عاطفيه. بدنا نحكي عن المخاطر الجسديه. بالنسبه للشباب والصبايا بيعمل زياده في حب الشباب، بيعمل عقم لعند الشباب، وبيعمل كمان قلة في عدد الحيوانات المنوية،
وكمان بيعمل مشاكل كتير مثل تليف في الكبد وممكن يؤدي إلى كانسر البروستيت، وممكن كمان يعمل لعند الشباب صلع وحتى عند الصبايا وبيزيد شعر الجسم بشكل عام. كمان من المخاطر الجسدية اللي بيعملها التستوستيرون والستيرويدز بيعمل تضخم الثديين عند الرجال وبرضه سكري، وممكن يعمل توقف نمو خاصة إنه أنا عم بعطي زيادة من هرمون التستوستيرون. أما بالنسبة للمخاطر العاطفية، ممكن يعمل عصبية شديدة وكمان سلوكيات عدوانية، ممكن يؤذي نفسه، ممكن يؤذي الآخرين، فبالتالي بيشكل خطر على حاله وعلى المحيطين حواليه. بالنسبة للمخاطر العقلية، ممكن يسبب له اكتئاب حاد يؤدي له إنه يعمل انتحار، وممكن يسبب له كمان إدمان، بصير إنه بحب يشوف عضلاته كتير كبيرة وبيضل ياخد إبر 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 حتى تؤدي للموت، وممكن كمان يؤدي على إدمان أدوية تانية. وبالنهاية بتمنى من كل الرياضيين إنهم يبتعدوا ويتجنبوا المنشطات بكل أشكالها وخصيصاً الإبر منها لحتى يحافظوا على سلامتهم، وبتمنى منكم إنكم تعطوا حق لعضلاتكم وتتمرنوا بالتمرين الصحيح وتبتعدوا عن هاي المنشطات. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. دائما بنذكر يا جماعة بأنه الرياضة هي أجمل شيء وأحسن شيء ممكن يكون لصحتكم، ودائما بنذكر بأنه أخذ الهرمونات أو حتى أخذ المنشطات حتى تبنوا كتلة عضلية هذا كتير ممكن يرجع بأثر وخطر مباشر على صحتكم، ممكن يأثر عليكم واللي ناقشناه اليوم بحلقتنا. ودائما بنذكر أنه الأكل الصحي والنظام الغذائي الصحيح وممارسة الرياضة الصحيحة ممكن يكون لهم دور أساسي في تعزيز صحتكم وبناء صحة وجسم راح يساعدكم كتير زي دائما بنحكي بس تكبروا. وبدي أذكركم دائما تتفاعلوا معنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تبعتوا أسئلتكم واستفساراتكم على موقع الأطباء السبعة 7doctors.com، ودائما إحنا موجودين لحتى نفيدكم ونوصل معلومات طبية لكل حدا بتابعنا. ودائما أنا بحكي المعلومة الطبية حق لكل شخص بالمجتمع، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة من 7doctors sport. أنا كنت معكم معتصم مسالمة، والسلام عليكم.